مرحبا يا أطفال، اليوم هحكي لكم حكاية جميلة، حكاية الأسد المريض. في غابة من الغابات الجميلة، الشمس طالعة والعصافير بتغني والشجر فرحان، بيعيش في الغابة حيوانات كتيرة زي الزرافة الجميلة والفيل الضخم والتمساح الأخضر ووحيد القرن كمان والنمر السريع والأسد ملك الغابة. حيوانات هاي كل صباح بيتجمعوا بنص الغابة، بياكلوا مع بعض وبيشموا الهواء مع بعض وبيلعبوا كمان مع بعض، بيحكوا مع بعض في أمور الغابة. سأل الأسد: شو في أخبار جديدة في غابتنا الجميلة؟ رد عليه الفيل: غابتنا كل يوم أجمل من كل يوم، وبيبقوا مع بعض لما يجي الليل، كل واحد فيهم بروح على بيته. ومع الأيام وفي صباح من صباحات الغابة، تجمعت الحيوانات وتصبح على بعض. حكى وحيد القرن: صباح الخير يا أصحابي. ردت الزرافة: صباح النور والسرور. مر النهار والأسد ما إجا ولا بان. سأل النمر: وين الأسد؟ ليش لحتى الآن ما إجا يفطر معنا زي كل يوم؟ رد التمساح: يمكن عنده ظروف، يلا نروح له على بيته نسأل ونشوف. راحت الحيوانات مع بعضها لبيت الأسد، لقوا الأسد مريض، درجة حرارته مرتفعة وبيرجف. حكت الحيوانات: مالك يا أسد الغابة؟ مالك يا ملك الملوك؟ افتقدناك الصباح. رد الأسد: مريض وجسمي ضعيف، يمكن معايا نزلة برد. حكى النمر: ما تخاف، راح نساعدك. حكى وحيد القرن: أنا عندي دواء يخليك تطيب وتصير منيح. وراح وحيد القرن يجيب معه الدواء. أخذ الأسد جرعة من الدواء ونام. وفي الصباح اليوم الثاني حس الأسد إنه تحسن، صارت صحته منيحة، وحاب يروح أول واحد على الغابة في الصباح ليعملها مفاجأة لأصدقائه الحيوانات. تفاجأوا الحيوانات لما يلقي الأسد أول واحد جاي على الغابة، وحكوا له: ألف سلامة عليك يا ملك الغابة. وكانوا مبسوطين كتير. هيك خلصنا قصتنا لليوم.